سوق السمك. ايش الاعمال اللي عم تقوموا بها حاليا؟ قمنا بقلع الشارع، تأهيل الشارع الجديد، بقلع الشارع بعمق 75 سنتيم وصب القاعدة والجيتر. وصلنا إلى أعمال النهائية، أنجزنا من الأعمال 80%. قالنا بس صب الأرصفة والشارع. بالنسبة للتربة بدلتوه؟ بدلنا التربة بالتكل الجبلية. نعم. وأعمال الحد معه، فحوصات مختبرية. عندنا فقرات الصب فقط وغيرنا. يعني إنجاز، نسبة الإنجاز عندنا 80% الحمد لله. هل راح يكون صب الشارع؟ صب، نعم صب. لا لا صب صب صب، لأن سوق السمك ماي، وما ماي الصب يخدمهم أفضل من الزفت. بتوجيهات السيد المحافظ مدير بلدية الموصل بإعمار المدينة القديمة وتهيئته السيد قائم مقام، ونشكر مديرية مجاري نينوى ومديرية ماء نينوى والأستاذ نصري، نشكره شكر خاص لتعاونه معنا. نشكر دائرة الكهرباء، ونرجو من مديرية شرطة نينوى التعاون معنا. مديرية شرطة فوج 14 نرجو التعاون معنا، لأن عندنا سيارات قلابات هنا مع المواد، شوي يتعاونون معنا، سوق شوي مزدحم. صح. نعم. وعتشتغلوا انتوا ايام خميس وايام خميس جمعات عن نشتغل، اضافه ان المهندسين يتعاونون معنا، خطيتنا العطله الرسميه يدعمون معنا. هذا شارع السماكين، قام السيد المحافظ بقلع، هو مدير بلديه، قلعه القديم وخلوه شارع جديد ومجاري. ونشكر قائم مقام والمحافظ مدير بلديه والمقاول، والله تعب المقاول كثير. شلون الشغل؟ الشغل هسه زين، يعني مدة قليلة سووا الشارع على أساس 45 يوم، أقل من 45 يوم وما قلعوا الشارع. إذا تأهل كامل راح ترجع كل المحلات؟ ترجع كل المحلات. وما يصير زحام على الشارع؟ ما يصير زحام على الشارع، يعني المحلات كلها ترجع، لأن ما يرجع، لأن ما كان مبلط الشارع. يعني علمك علوه هنا علوات؟ علوات ما سمش، يعني 6-7 علوات، تجي جملة من بغداد، ناصرية، العمارة، كلهم يجون هنا الوفد ينزلون السمش هنا. هذا سوق الميدان، سوق السمش. نشكر المحافظ قائم مقام على هالمتابعة، يعني تابعنا، والمقاول ما شاء الله متعاون معنا ويرتب لنا ما شاء الله الشارع صار حيل حلو. ايش تشوفون الشغل؟ والله الشغل ما شاء الله جيد جدا. اي والله، يعني كمل الشارع راح ترجع باقي المحلات. والله اذا تنظف الشارع والعلاوي كلها ترجع، والعالم تبيع وتشتري، وخاصة سوق السمك. نحن السوق منظم شيء حلو، يعني مو نحن اغلبيتنا رجعنا على مود حتى شوية النظافة، سوق السمك سوق يعني شوية حلو، يعني هسه النظافة حلوة ما شاء الله. المقاول هم متعاون معانا، يعني ينظف يرتب ويشتغل، يعني شغله حلو. وشاي يكون شيء مرتب حلو دائما، يعني المنطقة سوق السماش او سوق يعني القصاصي بيكون سوق شيء شوية مرتب. نحن قاموا نختار نموذج شوية حلو يصير.